بعذبك معي كرم عينك شرشور فادي حياتي هيك بنفضوا السجاد هيك بنفضوش عم تغنجيها للسجادة يعني بدك احسن من هيك ما هيك سبك الغبرة فيها قوي ايدك شريف ما عجم هذا باب اول يا طعم الخشاتين وقت ما زعلها فادية ايش بكم في دين بلا بجني بجني شريف سوري يا حياتي عم بعذبك معي بس انا ما في حدا يساعدني فيهم شيري ما بقدر احملهم لحالي اللي زعره لالي بتقولي لي سوري ليه بيناتنا في هيك اشياء مجاره للجاره والعدس بترابه يا تعمل كيف هذا شو هالنصاحه هولي شو نصحاني شو عم تربيهم شفتي خلص تنين الله لازم بلشي لازم شيري لازم ليكي ما تغيري الموضوع هيدي شو قصتها السجاده العجميه هيدي ماني شايفتها عندك انا بجي 20 مره لعندك بالنهار بحياتي ما شفت هيك سجاد عجمي من وين هيدول من وين شري ما هول ورفنته من بي شري يعني عمر السجاده كل وحده شي 200 سنه عرفت كيف بس هول ما بحطهم شري هيك يدعسوا عليهم هول دعس عليهم اتاتورك شري ايه بحطهم هول بس بضبهم بالتدخيته وبس بفلشهم تلفظهم وقت الموسم تيشوف العالم بيت الشريقه والسجاد العجمي ان شاء الله يكونوا سمعوا كيف حالك بنت كبار ايه شو لك ايه يا اهلا يا اهلا يلا معلش نكمل شغل نعملنا بعد صاحبه ايه بدك ليكي ليكي طلعي طلعي هيدي يبعت لحالك ليكي صوتها اسمعي صوتها يا عمري لو بتنفض شعراتها مش احسن نلي نلي طبشتينا حياتي كل حياتي طبشتكم باللبيب لا شريبي صوتي بعت لك حال نلي لا انت عم تشتغلي بحياتي ما قلك بالعاده ايه شريبي امبارح الطنب مناج عم تساعدني لايمون حرام كيف رقبت عن تدخيتي عقبالك سلمتها شري طب ليكي نونو حياتي اتركيها هلا اني خد بريك تعي ناخذ فنجان قهوه بعدين بتكفيهم تعي ان شاء الله ما بقى فيي معي الرجي رح موت حياتي رح موت ان شاء الله لا لا بعد الشر وبعيد شري على فكره شو هالبيض الحلو مثل شوكه الشيطان يلا شريف طب يلا يلا تعي اوبر عن كافيه يلا 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 وجيب البيضه معي طب عمري يلا فوتي يلا يا اهلا شفت هالشراطيط المبسوطه فيهم ايه بعت لحالي وياهم بس جايبه شلحتين عجميات حلوين انا مشدوبه جبتهم بالتقسيط لحمارة بالتقسيط ايه شري شري عجمي بالتقسيط شري العجمي قد ما يكون قد ما يكون لو كان بالتقسيط ايه راح قيمته اسأليني انا عند العجمي حرقتهم لا اكيد ببقوا بينبعوا مع شريف اسأليني بصيروا انجح باكستانيات او شيء ايه لولو يعطيك العافيه شريف الله يعافيكي تعبت تقبريني عن جد كثير الالرجية بتنتهي الالرجية رح موت انه كمان تنفيذ السجاد شري يعني ما بعرف العب شوية تنس ما بحياتي كنت نظفته ايه شري ما هي ستيفي جراف قالت تلعب تنس قبل ما تبلش تلعب تنس كانت طفت سجاد ستيفان قدر ستيفان قدر ما كان ينفذ للسجادات لامه كمان كان يلعب شو لك ايه شري لا عجل فرانشمان انه تنفيذ السجاد ما كثير بعرف صراحه بعتلك بس الضب الضب خلق لنلي ضب السجاد اختصاصي خمس ست زوام مينيموم خمس ست زوام زوم الكاب والله زوم المازوت زوم البنزين زوم بترول خام اجي تخاف ما يطلع لك امل يعني بترول خام حرقتهم حرقت بترول خام بوصيله سهر من الكويت بيجيب لي اياه هون كل سنه على الموسم بقول له فريد جيب لي بترول خام انت عمرك شو معنزه بترول خام بس للسجاد بتجيب بس للسجادات اشربي لك نقطتين بركي بتموت بمزح ربط السجادات ايه مش حيلا كلها هيك بجيبه مكرور محترق سلافه مش حيلا كلهم بجيب احلى كولونات بالعلبه بعدهم الامبورتيه مش وطني يعني لا تبع ال 25 دولار مينيموم يا رب ايه قليل الكولون شو بيعطي رونق للسجاد ايه عفيك لشو الكولون لشو شو محمين رح نشوفهم مربوبين بعدين اذا ما فور لتفي ما نقطه مانيكير بينضف يا طارق يا شيرين لا كل شيء على اتيكيت مانيارين نفتالين ما سالتوني عن النفتالين نفتالين باب اول والله شيرين انه نفتالين باب اول اللي ما بتجيبيه باب ثاني مثلا ما عم
جردون ما بيموت. ايه نفتاليناتي نفتاليناتي ايه؟ على 5 أمتار اذا بيشمهم بيفطر. والله شريك ولا انت بسجداتك مش رح يقوز النفتالين الجردون ريحتهم بيموت. مال عليك وعلى سجداتك. ايه ما تحطي نفتالين انت ولا؟ ايه. ليه؟ مش هتشوف اذا نقرش نقرتين ما رح يموت من السجاده من ريحتها وطعمتها. لا سجاداتكم انتوا احلى اسم الله. ايه انت ما بيظهروا الا مره بالسنه كل كل الشتويه ما بنشوفهم تيجي بتنطفيهم هلا تنطفيهم قدامنا ليشوفوا كل العالم. ايه ليش انت اسم الله السجاد يعني انجا موكيت نصفهم. ايه شريك قوم كمل عزيز خلص 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 الزلمه هلا بعدين هلا بقبرها انا قومي. ايه معلش